من مراعي صلاح الدين الخضراء وألبانها الطازجة، تقدم لكم شركة ألبان تكريت المحدودة مجموعة من منتجاتها الغذائية: قشطة تكريت، قشطة الذهب الأبيض، ومجموعة الألبان الرائعة جبنة تكريت وجبن الذهب الأبيض، جبنة الخيمة، ومنتوجنا الجديد الجبنة البيضاء المبسترة ريكوتا، إضافة إلى لبن رايب لبن زبادي تكريت. ولأول مرة في القطر تقدم منتجاتها الجديدة قشطة بالمسكلة، لبن زبادي مطعم بالموز والفراولة. منتجات شركة ألبان تكريت المحدودة، اسم يعني تميز. مركز التسويق الرئيس جميلة. ألبان تكريت، صحة وعافية. عزيز كريم، حاتم سلمان، بالاشتراك مع حنان حسن، حسين اللامي، علي الساحر، صاد ابراهيم، حسن المالكي، سبتي جدو، وستيفان، سناء عبد القادر، نصيف، ابو الهيل. تاليف واخراج عبد علي كعيد. على مسرح الفانوس السحري الخميس القادم.